أمنية نحضر في مأدم صاحب الزمان ونبكي مع إمامنا على جده الحسين ونستقر بك النوى بالشام لو في نينوى يمتى يا مهدينا سوى نبكي على مقطوع النحر هل من جزوع بهالزمن يسمع لي آهاتي ومحن مشتاق لك يا ابن الحسن صيح وياي مشتاق لك يمتى تريد من هالسفر يا ابن البدور الساطعة عندك قمر عالمشرعة جفوف الكفالة مقطعة مفضوخ راسه على النهر مفضوخ راسه على النهر يا ابن الشموس الزاهرة جدك ضلوعه بكسرة يا ابن عذرا عذرا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن الشموس الزاهرة جدك ضلوعا مكسرة من القوفة حزة وما نحرة يا ابن البدور الزاهرة جدك ضلوع مكسرة من القفا حزة وما نحرة وخنصرة من كفن بتر يا ابن العلوم الكاملة عندك خيام بكربلة حرقوها فوق العايلة فرت ولا وين المفر فرت ولا وين المفر يا وارث علوم النبي أم العفاف الزينبي اخذوها عيد وانا اكسبي يا وارثي علوم النبي ام العفاف زينبي اخذوها عيد وانا اكسبي زينبتي ويلها الدار بيت الدعاء وازالكم الدعاء يا المهدي والموقف صعب بيت فاطمة من تنضرب يا المهدي والموقف صعب بنت فاطمة يعني عمتك زينب يا صاحب الزمان والله مو سهل علينا شلون على قلبك مولاي يا المهدي والموقف صعب بنت فاطمة بنت الضروب ما تترقى يا بالغروب بالسبي وافاها القدر ما تترقى يا بالغروب بالسبي وافاها القدر